وبعدين هناخد مثلا اللوحه دي رايح فين يا سيدي؟ اهو طالع من اللوحه رايح، تمام؟ زي ما قلنا بنمشي بلوب، تمام؟ بنمشي بلوب. انا هنا هبدأ امشي اهو، خدت سلكتين اللي هروح بيهم على اللوب اهو. طبعا هنا اللون الازرق اللي هو التغذية بالباور اهو، باور سبلاي، اللون الازرق التغذية بالباور. طيب وبعدين ببدأ امشي اهو، تغذية بالباور، نازل نازل ماشي معايا، تغذية بالباور، تمام؟ لحد بص كده اهو بمشي، بروح اغذي بالباور، بروح للاف اللي هي مين؟ المانوال كول بوينت، وبروح للريليهات بدي لها باور. ده كله الحاجات اللي عايزه باور معايا، بروح اهو للريلي للبل، ده كله عايز باور. الديتكتور هو اللي بياخد باور من الكابل مباشرة، اما ده بياخد باور ازاي؟ ده بياخد باور مستقل. يبقى انا في عندي كابل باور طالع من اللوحة الرئيسية، تغذية من الباور اهو، تغذية باور. طيب وطالع عندي ايه؟ طالع عندي اهو نقطتين، نازل بالنقطتين يا شباب، نازل بالنقطتين، رايح اعمل اول لوب او نازل باول سلك اهو، اهي نازلة معايا كده اهي تحت، ورايح ستارت اوف لوب واحد، ستارت اوف لوب واحد، رحت جاي على اللوب واحد او اللوب اهي، داخل اول حاجه على اتش دي هيت ديتكتور، فحاطط هنا دايره اهو، حاطط جواها اتش دي ليفل 1، ده الدور الاول. ديتكتور هنرمز لها بالرمز دي، وده اول ديتكتور، يبقى هدي له دي 01، يبقى ده ديتكتور رقم واحد. ده موجود في الستور لو انت فاكر، في الستور يعني في المخزن، احنا قلنا المخازن بنحط لها ايه؟ هيت ديتكتور. بعد كده في باركينج حاطط له هيت ديتكتور. بعد كده باركينج رقم مثلا بيلدينج او رقم 23، ممكن احط كذا ديتكتور في الباركينج، الباركينج بيبقى واسع بعرض المشروع عشان تركن فيه السيارات بتاعتك، تمام؟ يبقى انا حاطط كذا هيت ديتكتور ورا بعض هنا، تمام؟ كل الهيت ديتكتورز دي هتلاقي تحتها باركنج، يبقى انا حطيت اول حاجه باركنج اهو في ستور، وبعد كده رحت داخل على ماشي بالهيت ديتكتور، تمام؟ برضه في الباركنج 10 مثلا هيت ديتكتور. لسه برضه هحط في الباركنج، عايز اعمل كنترول موديول، تمام؟ كنترول موديول عشان اقدر اتحكم او اشوف ان انا اتحكم في الاسانسير، اتحكم في اي في اكسس كنترول سيستم وهكذا. باركنج برضو، بس ده ايه المربع عليه دايره؟ ده احنا قلنا ده بيل، ده جرس، يبقى ده جرس، الناس ما تنساش. ابدا ارجع للليجند كل شويه لو انت مش فاكر اهو، ساوند بيل، ساوند بيل. ده برضو ايه؟ لسه انا في الباركنج، رحت ايه خلصت الهيت ديتكتور اهو، هيت ديتكتور ده كله هو مربط في الاول هيت ديتكتور. احنا وقفنا هنا، ادي باركنج، في ساوند، ساوندر، ومانوال كول بوينت. طبعا مانوال كول بوينت مش هيديها هنا ايه، طبعا هنا موديول فاداها حرف الام، هنا شايف ديتكتور مديها حرف الدي، يبقى ليفل واحد ال دي موجوده في الكل. بعد كده دي ديتكتور، ام موديول يعني، تمام؟ بعد كده مديني ساوندر، ساوند، تمام؟ طيب وبعد كده مديني ام ودي هيت ديتكتور، ده كله هيت ديتكتور تحت في مين؟ في الباركنج، هيت ديتكتور، هيت ديتكتور. وبعد كده برضو واخد باور اهو لمين؟ للموديول، كنترول موديول والساوندر. ماشي نفس القصه، هيت ديتكتور، بعد كده هيت ديتكتور، هيت ديتكتور، فوق اهو بمشي معاك على اللوب، بمشي واحده واحده اهو، حاطط هنا مونيتور موديول عشان يقدر يشوف الفلو بتاع الميه الخاصه بانظمه اطفاء الحريق. اول ما احنا هنا يا شباب وصلنا، خلص كل اللوبس اللي تحت دي، راح كتب لي ايه؟ اند اوف لوب 1، يعني شايف هنا اهو ستارت اوف لوب واحد، يبقى انت عرفتها، وادي اند اوف لوب واحد، خلاص ده ساوندر، ده كله لسه في مين؟ في الباركنج. يبقى هو خلص
خلص اول لوب، خلص اول لوب اللي هي في الدور البيزمنت. طيب بعد كده راح ده عمل ايه؟ خد برضو باور، بعد كده واخد سلك اهي، ستارت اوف لوب 2 هيت ديتكتور، تمام، هيت ديتكتور كنترول موديول وهكذا، تمام. حط برضو كل دول في الدور اللي هو الارضي، في سقف الارضي ده كله، تمام، لان يعني في عندي 2 باركينج. طيب وبعدين تعال نشوف لوب 3، ستارت اوف لوب 3 باور سبلاي للحاجات اللي عايزه باور، وبعد كده خد هيت ديتكتور، تمام، ومونيتور موديول وهيت ديتكتور، تمام. هنا في الدرايف واي في الدور ده برضه باركينج، الدورين دول كلهم باركينج، تمام. بعد كده دخل على سموك ديتكتور وبيبدا يديني مثلا المبنى، هنا مثلا كوريدور يعني في الطرقه، ورقم الطرقه رقم كذا كوريدور، تمام. الكتريكال روم اهو حط فيها كنترول موديول، تمام، الكتريكال روم مونيتور موديول، تمام. طيب في الالكتريكال روم تاني حط فيها سموك ديتكتور وحط فيها، تمام، هنا في الباركينج هيت ديتكتور وهكذا، ببدا اوصل. هتقول لي طب انا اقدر اوصل سموك مع هيتور؟ ايوه ينفع اوصل السموك والهيت والمونيتور موديول كلهم ورا بعض. بعد كده ادي ماشي هيت ديتكتور. لو انت رحت لللوب اللي بعد كده، الحاجات اللي فوق في الغرف والكلام ده، هتلاقيها كلها سموك ديتكتور اهو، سموك ديتكتور كوريدور، سموك ديتكتور لوبي، تمام، سموك ديتكتور تريتمنت روم غرفة معالجة، تمام، كلينيك عيادة، سموك ديتكتور. للدور اللي بعده اهو في عندي تو بيدروم، هنا برضو حاطط في البيدروم الغرف بتاعت المرضى حاطط سموك ديتكتور وهكذا. طيب تعالى نبدأ نشوف الروف فيه ايه. واخد له اهو، بدأ ستارت اوف لوب 8 الدور الاخير واند اوف لوب 8، لان الروف ده لوحده اهو عملناه على لوب ما فيهوش كتير. تعال نبدا نشوف الروف في ايه. حط هنا ديتكتور وكاتب لي دي بس، احنا مش فاكرينها، دي بس حد فاكر دي بس؟ اهي داكت ديتكتور ادريسابل داكت سموك ديتكتور. يبقى موجود عندي في السطح في عندي وحدات التكييف اللي هي وحده مناوله الهواء اير هاندلنج يونت في روم 8 في الروم، اسم الوحده AHU 5 مثلا، يبقى حط فيها ديتكتور، ديتكتور الاولاني ده داكت ديتكتور، بعد كده كنترول موديول ريلي حط منهم 2 على HUs، تمام. بعد كده الستير، تمام، السلالم بقى بتاعتي الستير حط عليها ساوندر، يبقى في اول انت طالع على الروف كده حاطط ساوندر، تمام. والستير حاطط مين؟ اف. اف دي معناها ايه؟ انا نزيد اف، ارجع تاني اهو، ارجع تاني للليجن. اف مانوال بريك جلاس، حط معاه مانوال بريك جلاس، طيب زي ما قلنا احنا دايما الساوندر والمانوال بريك جلاس الاثنين دول بتحطوا كده مع بعض، الاثنين دول بتحطوا ايه؟ بتحطوا مع بعض، واحد على ارتفاع، متر 20 متر 40، والتاني على 2 متر 40 اللي هو الساوندر. بعد كده الكنترول موديول، بعد كده داكت ديتكتور على اي اتش يو، هناك كان اي اتش يو 8 دي اي اتش يو 7. كنترول موديول سموك ديتكتور، موجوده فين سموك ديتكتور؟ في البامب روم غرفه المضخات، ادي بامب روم حاطط واحده ثانيه، تمام. ماشين روم حاطط سموك ديتكتور، بعد كده برضه في الماشين روم حاطط ريلي كنترول موديول ريلي وهكذا، ضغط على HU 2 بي وهكذا. يبقى انا عرفت ايه اللي موجود كنظام في انظمه الفاير الارم سيستم، نظام انذار الحريق. عرفت اول حاجه يا شباب ببص على اليسار عشان اشوف الادوار، وبعد كده بمشي من اللوحه الرئيسيه، واطلع واخد اللوب الاولى الثانيه الثالثه لحد ما اخلص عدد اللوبز اللي موجوده عندي في المكان. يبقى انا شفت دلوقتي ايه؟
شفت انظمه الفاير الارم سيستم.